بشأن هذا الموضوع مشاهدينا معنا عبر سكايب من باريس سيد أمير المفرجي السياسي والعراقي، مرحبا بك أستاذ أمير. المرصد العراقي لحقوق الإنسان ذكر أن الموصل تحتاج إلى نحو عقدين لكي تعود إلى طبيعتها، ما تعليقك على هذا التصريح وما الذي تقرأه؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. شيء طبيعي أن ما حدث للموصل من جرائم لداعش ومن القصف ما حدث لها من ضرب بالمدفعية والطائرات وقتل الأبرياء هي جريمة عميقة في العراق، وحجم الدمار كان حجم كبير. يعني لا ننسى أن داعش قد طرد من العراق، ولكن المدينة بكاملها قد دمرت تماما، 80% من محافظة نينوى هي مدمرة 100%. حجم دمار الموصل يمثل أكبر حجم دمار وقع على العراق بعد الاحتلال بعد 2003. إذا مدينة الموصل هي المدينة المدمرة الأولى بامتياز، والتي ساهم بها مجرمي داعش، وكذلك رد الفعل لطرد داعش من هذه المدينة. الأمم المتحدة قدرت تكاليف إعادة الإعمار ب 88 مليار دولار، بينما لم تحصل كما تعلم الحكومة في بغداد إلا على 30 مليار دولار، وجل هذه المبالغ هي قروض، فكيف ستعمر إذن هذه المدن المنكوبة وخصوصا الموصل؟ بالطبع أن ما حدث في مؤتمر الدول المانحة في الكويت وليس لا أكثر من مكان للاستثمار على حساب آهات العراقيين. المشكلة يجب أن تكون بمعنى آخر، وجب على الأسرة الدولية أن تضع حلا سليما للعراق عن طريق التغيير الكامل لوضع الدولة العراقية، ومن ثم إيجاد حل للمدن المنكوبة في العراق. ما حدث في العراق أنا في رأيي هو مكان لاستثمار الدول الكبيرة في الشرق الأوسط، ومكان لم يكن مساعدة العراقيين بهذا المعنى الذي نتصوره نحن كعراقيين، ولكن هو صحيح أنه هناك دول شاركت في القضاء على داعش، ولكن هذه الدول هي دول عظمى لها مصالحها الخاصة في العراق. وما حدث في العراق هو أولا لأنه بلد نفطي كبير، والدول هذه الدول لها أطماع تاريخية في هذا البلد. حتى مع هذه المبالغ القليلة، هل بعد محاولات الدول المانحة الحصول على ضمانات وسط تخوفات من ضياع أموالهم في دهاليز الفساد، هل يمكن بحسب رأيك أن تماطل تلك الدول في الوفاء بتعهداتها؟ شيء طبيعي، أولا ليس هناك ثقة بين الأسرة الدولية وبين النظام الحاكم في بغداد. هناك صحيح هناك مصالح هذه الدول مع النظام العراقي لأنه يمثل في الوقت الحاضر الدولة العراقية، ولكن الوضع الداخلي لهذا النظام وما جاء به من فساد ومشاكل يعرفها العالم بأسره، فإن أنا في رأيي سوف لن نخرج بالنتائج التي كنا نترجاها، وهي وجود عملية سهلة وسائرة في طريق مفتوح. ستكون هناك صعوبات لأن بعض الدول لحد الآن وخصوصا أمريكا لا تؤمن ولا لها الأمان بالنسبة للحكومة العراقية، لأنها تعتبرها حكومة وحسب ما نعرف نحن قد صنفت ك رقم 10 في لائحة الدول التي كثر فيها الفساد. إذا من هذا المنطق أنا في نظري سوف تكون هناك مشاكل بين البنك الدولي الذي هو سيكون المنظم المسيطر على هذه الأموال الأجنبية التي دخلت العراق، وأنا في رأيي هناك مشكلة ثانية في العراق، وهي مشكلة توزيع هذه الأموال على العراقيين بصورة متساوية. وبما أن النظام العراقي في الوقت الحاضر هو نظام يعتمد على الطائفية السياسية، فإن هناك كثير من المشاكل التي ستقع، وأن هناك كثير من المبالغ التي سوف يعمل البعض على سرقتها وعدم إعطائها للمدن المنكوبة التي عانت الويلين
عانت من داعش وعانت من يعني القصف العسكري والجوي الذي دخل عليها بعد داعش. مع أهمية ملف إعادة إعمار المدن المدمرة أستاذ أمير، ولكن هل انتهت مشكلات العراق لكي تقوم الحكومة في بغداد بالبدء بهذا الملف المهم بإعادة بناء المدن المدمرة؟ أليس هناك أولويات من الممكن أن تبدأ بها الحكومة في بغداد، خصوصا ملف النازحين؟ شيء طبيعي، هناك مشاكل كبيرة كان يجب أن تعالج قبل يعني أن نعالج مشكلة يعني الأموال التي يراد منها أن تأتي للعراق. أولا هناك مشاكل داخلية يعني لها صلة بالنظام السياسي العراقي، هناك أصوات كبيرة في العالم خرجت في الوقت الحاضر وخصوصا في الوقت الذي نظم فيه مؤتمر الكويت. هذه الأصوات نادت أولا ب يعني إصلاح النظام السياسي في العراق قبل الشروع ببدء المساعدات لإعادة تأهيله وتنظيمه. قضايا الفساد يعني. يجب طبعا هناك أصوات خرجت من الغرب تنادي وتقر بأن عملية بناء العراق في هذا الوقت بالذات هي عملية قد تفشل في المستقبل، لأن الوضع الداخلي العراقي لا يسمح بذلك. الوضع الداخلي العراقي سوف لن يسمح يعني بإعادة بناء العراق إذا لم نكن مستعدين في بناء إعادة الدولة العراقية التي بنيت على خطأ، وهذا الخطأ هو خطأ المحاصصة الطائفية ونظام الطائفية السياسية التي نادى بها البعض والتي شجعتها إيران في العراق. أشكرك شكرا جزيلا من باريس سيد أمير المفرجي السياسي العراقي عبر الإنترنت.